الحقيقة باند 404 قدمت حفلة في مهرجان العالمين في المسرح الروماني النهاردة، والباند ده ابتدى في سنة 2018، كانوا بيلعبوا كلاسيك روك وكفرات لفرق أجنبية زي بينك فلويد وكوين. بعد كده عملوا ألبوم اسمه زحمة الحياة، ده يمكن ألبوم عربي، وكان في السنة اللي فاتت. بعدها عملوا حفلات كتير مع نجوم زي مصطفى قمر وفرقة مسار إجباري وعزيز مرقة، وفي رمضان اللي فات عملوا تتر وموسيقى تصويرية للمسلسل الإذاعي فبركة للنجم أحمد حلمي. خلونا نروح لزميلتنا فاطمة خليل اللي هتعمل لنا لقاء مع اتنين من أعضاء الفرقة. فاطمة برحب بيكي مرة تانية وبضيوفك. أهلا بيكي ليلى، وأهلا بمشاهدي القناة الأولى وبرنامج العالمين مرة تانية. أنا دلوقتي موجودة في المنطقة التراثية، وفي الخلفية زي ما أنتم شايفين المسرح الروماني، وفعلا النهاردة في حفلة كبيرة جدا مليئة بالشباب الموهوبين المميزين اللي قدموا مجموعة كبيرة جدا من الأغاني، ومن ضمنهم طبعا وكان أول عرض غنائي اتقدم النهاردة في الحفلة على المسرح الروماني، هي عرض وغناء وحفلة كبيرة جدا قدمها باند 404، اللي قدموا فعلا خمس أغاني من الأغاني المميزة جدا، وختموا الأغاني النهاردة بأغنية للسيد درويش. وهم معايا دلوقتي اتنين من اعضاء فريق باند 404، حبيبه انا انيس. ازيك يا حبيبه؟ ازيك، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ منورانا. ثانك يو. ومعانا مصطفى يونس جيتاريست. اهلا وسهلا، ازيك؟ في البدايه حبيبه عايزين نعرف انضمامك لفريق او باند 404 بدات ازاي؟ جت صدفة غريبة جدا، يعني صدفة أكيد حلوة جدا طبعا، ما كناش هنبقى موجودين هنا. يعني أنا كان بقالي فترة طويلة أنا بغني من وأنا صغيرة في الأوبرا مع المايسترو الكبير سليم سحاب، وجت فترة عليا وقفت شوية في المزيكا، فحبيت أرجع تاني. لقيت بوست على جروب ما على الفيسبوك خاص بالميوزيشنز، ولقيت بوست مكتوب ان هم عايزين ليد سينجر جديده، ها اتقابلنا، عملوا لي ساعدني يا مصطفى، عملوا لي اوديشن اختبار، وكانت حبيبه بس خلاص. مصطفى عايزين نتكلم، انت بقى يعني دورك ايه داخل باند 404؟ واحد من مؤسسين الباند، جيتاريست طبعا في الاول خالص، واحد من مؤسسين الباند، و احنا بنكتب وبنلحن وبنوزع حتى مع كل بعض. كل ده اتكلم عنه بالتفصيل، بس امتى تأسست فعلا فعليا، وكم واحد بدأتوا بيه الباند؟ هي بقى قصة مضحكة الحقيقة، لان احنا كنا 19 واحد. ياه. علشان دايما هي صعبة جدا انك تعرفي تخلي الباند مع بعض بنفس الاتجاه، بنفس الموتيف، يعني الدافع ان هو يكمله، فدي حاجه كنت عارفها من الاول خالص. فجمعنا 19 ميوزيشن، في منهم صحاب وفي منهم مش صحاب. الجميل بقى الخمسه قبل حبيبه اللي فضلوا مش صحاب، وطبعا بقينا عيله بعد كده. هل شرط ان هم يكونوا صحاب ولا عادي؟ لا، هو طبيعي بيبقى فيه على الاقل اتنين تلاتة في ما بينهم علاقه قديمه، بيلعبوا مزيكا مع بعض او حاجه. احنا كانت الموضوع كله جه كده، وكلنا اتجمعنا واتفقنا على نفس الهدف، وكان فاضل لنا حد يغني. جات لنا هديه بقى حبيبه. بقى حبيبه قولي لي، اول اغنيه غنيتيها مع الباند كانت ايه؟ اول اغنيه احنا مبدئيا في الاول خالص كنا بنلعب بنكفر اغاني روك كلاسيك انجلش، سبعينات وثمانينات زي بيتلز وكرامبيريز وليد زابلن وهكذا. ففي الاول احنا كنا بنغني غربي، وفي نفس الوقت عندنا شغف للمزيكا، عندنا حاجات عايزين نطلعها برضو، عايزين نمتع الناس بالموسيقى بتاعتنا. فواحدة واحدة بقينا نعمل أغانينا بالعربي ونسجلها وننزلها. الحمد لله حتى الآن يعني الناس حابة أغانينا، حابة اتجاهنا، فدي حاجة برضو بتبقى مؤشر لينا يعني نكمل في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده أكتر. بس حتى الآن الحمد لله يعني طبعا الأغاني باللغة العربية أو بالمصري أو بالعامي عامة هي بتبقى لشريحة كبيرة جدا لكل الناس عشان تقدر تفهمها وتقدر توصلوا لشريحة كبيرة. خلينا نتكلم عن نقطة مهمة، أنت اتكلمتي بتقولي أنتوا بدأتوا إنجليش بعد كده تحولتوا. التحول ده أنا عارفة أن هو بدأ من السنة اللي فاتت، إمتى قلتوا إحنا عايزين فعلا نغني أغنية عربي، وكانت إيه أول أغنية عربي غنيتوها؟
لا احنا من البدايه خالص واحنا عارفين ان احنا هنغني اغانينا وبالعربي، علشان في الاول وفي الاخر هي لغتنا واحنا بنكلم جمهورنا المصري. ف ولكن اول اغنيه غنيناها مع بعض كانت لمسه ايدك. الكيبوردس بتاعنا وليد كان ساعتها لسه خاطب، فكتب اغنيه حب وخلصناها مع بعض ولحناها وغنيناها مع بعض، وكان اول اغنيه ان احنا فعلا نسجلها سوا. اغنيه جميله جدا يعني، وبس دي كانت اول اغنيه. ده هيخلينا نروح لمصطفى، وهنا كلمت حبيبه عن نقطه مهمه جدا، وهي وانتوا قاعدين علشان يعني واحد من الفريق كان لسه خاطب فجات له فكره ان احنا نعمل اغنيه، افكار الاغاني بتجيلكم ازاي؟ هي دايما بتبقى حاجه من الحاجات بتاعه الحياه، المواقف اللي احنا بنعيشها. حد فينا بيبقى عنده موقف عاشه زي وليد كده كان لسه خاطب. سمعتي انت النهارده اغنيه محفظتي، محفظتي او الام المهمه فيها ده حد ضيع محفظته، فهي دايما كلها حاجات اللي بنعيشها كل يوم بتبقى اقرب للناس، لان فعلا ده احنا كلنا بنعيشه. ف بنقعد مع بعض نكتب كلنا على الفكره اللي اي حد فينا اقترحها، وبنلاقيها مناسبه ان احنا نكتب عليها اغنيه. بنكتب الاغاني، بنكتب الكلمات، وبعد كده نالف عليها المزيكا، او ساعات بنبقى مالفين مزيكا وبعدين نحط عليها كلمات، وبتبتدي من كده. بمناسبه الاغاني بقى لازم تغني لنا حته، هتغني لنا ايه؟ اغني لكم ايه رايك، وسط الدوامه ولا رايق؟ وسط الدوامه. طيب هستاذنك معلش بقى. انا وسطهم لكن بعيد عنهم، انا زيهم لكن غريب عن فكرهم، انا همهم شايف اني دايما عكسهم، انا عكسهم رغم اني واحد منهم. زحمة الحياة بدور عن نجاة وسط الدوامة، وسط الدوامة، وسط الدوامة، وسط الدوامة. الله الله بجد. قولي لي بقى، يعني انا كنت شايفه النهارده يحيى من مؤسسي الباند موجود، يعني موجود معاكم في الحفله، يعني هو حتى كنت عايزه اتكلم معاه قبل الهوا قال لي انا قاعد معاهم في جوه، انا لازم اشوفهم يبقى في اي كونتاكت. بتتفقوا على ايه قبل الحفله؟ هو مدير الفرقه، فمدير الفرقه لازم يبقى يعني مطمن علينا زي اهالينا كده، كل حاجه تمام، لو في اي مشكله حصلت على المسرح يلحقها، علشان ما حدش فينا يتوتر او يبقى عايز هو اللي يحل المشكله. شفت كان في اي كونتاكت كده، يلا هنزقف، يلا هنعمل كذا، فده كان بينك وبين يحيى تشجيع، يعني ممكن برضو بيديني دايركشن، اتحركي اكتر او ابتسمي او 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 بكل بساطه تشجيع انه برافو يعني تمام يعني. فطبعا لما بيبقى في حد في وسط الجمهور بي بي بيوصف لنا الحاله اللي موجوده بتساعد كتير اكيد. لا انا شفتك انت كنت عامله حاله حلوه جدا على الستيج، وكنت متفاعله جدا مع الجمهور وتهزري معاهم، فده كان حلوه جدا، كنت عامله روح كده حلوه على الستيج. مصطفى هنرجع بقى لنقطه مهمه في كتابه الاغاني. انت قلت لي قبل الهوا ان انتوا بتبقوا تيم وورك واحد، يعني كل واحد مش بيبقى مختص بحاجه وهو خلاص اللي بيعملها، كلكم بتعملوا كل حاجه مع بعض. هو الحمد لله الباند كله زي ما قلت لك قبل الهوا بنكمل بعض. هو مش حد ليه تخصص بيعمله، بس حد ممكن يبقى بيعمل حاجة أحسن من التاني، أو حتى في مجال شغله هو مثلا بتاع تسويق فيعرف يسوق للبند إزاي، حد دارس هندسة صوت فهو اللي بينتج لنا الأغاني. مش شرط مين بيعمل إيه، هو الفكرة إن كله بيكمل بعضه، ودي الحمد لله حاجة من اللي عندنا يعني مخلينا مكملين كويس مع بعض الحمد لله. يعني عايزين نتكلم برضو على حاجه عملتوها مهمه جدا، وهو اشتراككم مع مصطفى قمر وغيره من الفنانين الكبار. عايزين نتكلم عن التجارب دي جت ازاي.
برضو حاجة ميزة من المميزات اللي عندنا في الباند ان احنا العلاقات كويسة. يحيى عنده علاقات كويسة جدا في المزيكا طول عمره، فبالتالي عارف يعمل لنا كونتاكت واثنين وثلاثة ان احنا عارف يسوق كويس للباند بالظبط كده، ان احنا نوصل لان احنا نلعب مع الفنان مصطفى قمر، ان احنا نلعب مع العظماء مسار اجباري، يعني الحاجات دي طبعا ضافت لنا احنا اكسبيرينس، ناس جمهور عدد كبير ما شاء الله يعني، فطبعا هي ضافت لنا خبرات كتيره جدا، وبالذات ان احنا في تاريخ الباندز عامه احنا لسه يعتبر بنبتدي، فان الخطوات دي اتاخدت بدري كده فده يعني ان شاء الله مؤشر كويس يا رب طبعا توفيق. بس عايز اعرف ايه اكتر تجربه كانت قريبه منكم؟ اعتقد مسار اجباري شبهكم شويه بالظبط كده، هي علشان المزيكا طبعا فنان مصطفى قمر لا يعلى عليه يعني، بس هي كانت مسار اجباري، كانت ان هم نفس الاتجاه بتاع المزيكا، حاجات بتحصل يوميه، المزيكا نفسها روكش مصري. قولي عايزه تقولي ايه؟ لا ان احنا جايين يعني جايين في الفيلم الموسيقي الباك جراوند بتاعه الروك، حسب مفهومي برضو ان مسار اجباري في الاول كانوا برضو اتجاههم روك شويه، فممكن تكون خلفيتنا واحده بس الناتج يعني كل واحد بيعبر بطريقته. وفي نفس الوقت حاجه جميله جدا لما بنلاقي فنانين كبار بيدوا فرصة للشباب أو للفرق اللي لسه مش معروفة إن هم يظهروا ويطلعوا، فدي حاجة بتبقى بتدعم الفنانين اللي موجودين في مصر اللي لسه ما خدوش الفرصة، ف يعني حاجة نقدرها جدا جدا. يعني 5 أغاني عربي عملتوها وفي أغنية تنزل الشهر ده آخر الشهر ده، إيه هي؟ محفظتي هي اللي نازلة، بس هو في الدرج تانيين. كم واحدة؟ يعني كم أغنية؟ تقريبا 5 تانيين، بس دول هيبقوا ألبوم جديد إن شاء الله برضو، يعني هينزلوا على طول إن شاء الله. هينزلوا إمتى بالظبط؟ في خلال السنة دي إن شاء الله. إن شاء الله. كل التوفيق بجد، اتبسطت جدا حبيبة أنيسة فوكال. ميرسي، شكرا، ميرسي على استضافتنا الجميلة دي. ومصطفى يونس طبعا جيتاريست في باند 404، واستمتعت جدا معاكم النهاردة وشكرا جزيلا ليكم، ولسه يا ليلى مكملة معاكم وفعاليات كتير جدا في انتظاركم وأنا معاكم لحظة بلحظة. أنا بشكرك جدا يا فاطمة وبشكر باند 404 على مشاركتهم معانا والتفاصيل اللي قالوها لنا عن حفلهم وعن كمان أغانيهم المتميزة. بشكرك يا فاطمة ولسه مكملين معاكم حلقتنا.